الإجماع يغيب في شارع عن وجوه اقترحت هذا الأسبوع لتأدية أدوار في المرحلة المقبلة. الإبراهيمي والعمامرة كان في مرمى الانتقادات وفي صور لافتة التي رفعتها المسيرات هذا الجمعة. الوصاية الأجنبية والتعليقات الفرنسية بالخصوص أججت غضب الجزائريين وجعلت من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون محل تعليقات بعضها غاضب وبعضها ساخر في رد سريع على محاولة فرنسا إقحام نفسها طرفاً فيما يجري. ورغم استقالة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلا أن اسمه لم يغب عن الشعارات الجديدة في المسيرات، كما جدد الشارع رفضه المطلق لأن يتم تشبيه ما يحدث بسيناريوهات عربية سيما ما حصل في سوريا